السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم أحبائي في قناتكم إيكول جبيرة. المستوى الثالث، أنشطة اللغة العربية، الأسبوع الأول، اليوم الثالث. الكلمات التي تعرفنا عليها هي قال، يا، إنها، التي، هل، بل، ثم، الآن. المعلم اجتهدوا في دراستكم، ماذا نقول؟ قال المعلم اجتهدوا في دراستكم. جيد. نظر أحمد إلى السماء وقال: صافية اليوم. إنها صافية اليوم. جيد. قرأت القصة التي أهدتني إياها معلمتي. جيد. لا تلعب في الشارع، العب في الحديقة. بل العب في الحديقة. هناك كذلك الساعة تدور كما استمعتم لها. مشهد المشاهد كاملة، المشهد الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والمشهد الأخير. هنا المشاهد، غد تشوفوا هذه المشاهد ويحرص كل واحد يعطي المقطع ديال الحكاية، الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة. كما قلنا، صفوان نشيط يحب اللعب في الحديقة، يجري ويقفز مع أصدقائه. صفوان سعيد جدا، يذهب إلى مدرسته كل صباح بنشاط، يحمل حقيبته ويسلم على جيرانه في المدرسة، يستمع إلى معلمته باهتمام. يحب صفوان مدرسته كثيرا. نقرأ باسترسال. الساعة تدور كذلك، حبسوا الفيديو واقرأوها. المقطع الأخير. ونستعمل أداة الاستفهام من مثل من لمعرفة من، مش لمعرفة المكان، لمعرفة الزمان، الأحداث، الشخصيات. من يعني الشخص. جيد. الشخصيات. من حطم المنبه؟ ده نقوله حطم زهير المنبه. نستعمل أداة الاستفهام أين لمعرفة ماذا؟ أين المكان، الزمان، الأحداث، الشخصيات. أين الما المكان. جيد. أين كان المنبه قبل أن يكسره زهير؟ أين كان المنبه قبل أن يكسره؟ كان المنبه على المنضدة. استعمل أداة الاستفهام متى لمعرفة ماذا؟ المكان، الزمان، الأحداث، الشخصيات. متى؟ استعمل الزمان. جيد. متى عانقت الأم ابنها زهيرا؟ قل عانقت عندما أحست باهتمام زهير بها. استعمل أداة الاستفهام ماذا لمعرفة ماذا؟ المكان، الزمان، الأحداث، الشخصيات. لمعرفة ماذا؟ يعني ماذا وقع؟ أحداث. استعمل أداة الأحداث. ماذا قال زهير بعدما حطم المنبه؟ أمي حطمت المنبه، لن تدور الساعة بعد الآن. الساعة بعد الآن. ما مرادف كلمة يبتس تيبسينا؟ مرادف الكلمة دي تيبسينا في سؤال زهير. هل تيبسينا يا أمي مثل الشجرة، تنمينا، تجفينا، تخضرينا، تزهرينا؟ هي كتيبس يعني تجف. تجف سي سا. جيد. تجف. لماذا ظهرت دمعة في عين الأم في نهاية القصة؟ علاش؟ حزينت لتكسر المنبه، حزينت بسبب تقدمها في العمر، فرحت بسبب اهتمام زهير بها، شعرت بألم بسبب مرضها، ففرحت بسبب اهتمام زهير بها. هذا أكيد. كبيرة نبحث عنها، ضدها فهي صغيرة. ضد كلمة كبيرة، صغيرة في النص. الساعة تدور. الحزن ضده الفرح كي مكتوب في النص. بماذا شبهت الأم تقدم الإنسان في العمر؟ بدوران الشمس، بدوران الأرض، بدوران الساعة، أم بدوران القمر؟ أكيد بأنه بدوران الساعة. هي الساعة تدور ويدور معها الزمان، ومع كل دورة نكبر.
رتبوا أفكار النص باستعمال الأرقام 1 2 3 4. وحاولت زهير إيقاف الزمن بتحطيم المنبه. اكتشف زهير شعرة بيضاء في رأس أمه كاسية أولى تنظن. الأم تشرح لابنها مراحل عمر الإنساني، تعبير الأم عن فرحتها بحب ابنها لها. فأولا اكتشف زهير شعرة بيضاء في رأس أمه. ثانيا الأم تشرح لابنها مراحل عمر الإنسان. ثم ثالثا محاولة زهير إيقاف الزمن بتحطيم المنبه. وأخيرا تعبير الأم عن فرحها بحب ابنها لها. كما رأيتم هكذا. ستم حصة تعلمت في هذه الحصة سرد حكاية الساعة تدور، سرد الحكاية ديالها، وندربوا تدربنا على القراءة باسترسال. ثم أنك أجبنا عن الأسئلة الفهمية للنص القرائي الساعة تدور، جاوب الأسئلة ديالها.